جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: صليت مع زوجي وكان إماما في صلاة المغرب، ولكن لم ألحق قراءة الفاتحة بتدبر، ولم أستطع قراءة سورة بعدها، وكذلك في السجود لم أستطع أن أدعو بأي شيء، وعند التسليم سلم زوجي ثم تأخرت قليلا بعد ذلك ثم سلمت. هل صلاتي صحيحة أم أني وقعت في خطأ؟ وماذا علي أن أفعل حتى أكون في حكم المأموم؟ جزاكم الله خيرا. أولا، على الإمام الذي يأم الناس سواء كانوا قليلين أو كثيرين أن يكمل صلاته، وأن يمكن المأموم من الإتيان بأعمال الصلاة وأقوالها الواجبات والأركان ولا يستعجل، فإن ذلك فيه إخلال بالصلاة، صلاة المأموم. فعلى من يأم غيره أن يراعي أحوال المأموم ويمكنه من الإتيان بالأركان والواجبات وما استطاع من السنن، وأن يطمئن في صلاته. وأما ما ذكرته السائلة من أنها لم تتمكن من قراءة الفاتحة، فقراءة الفاتحة تسقط عنها في هذه الحالة لأنها لم تتمكن من قراءتها، وتكفي قراءة الإمام إن شاء الله. وأما الدعاء في الركوع والسجود فليس بواجب، إنما الواجب أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك. يستحب أن يكرر هذا التسبيح 3 مرات أو ما شاء الله، والدعاء مستحب إن تمكن وأتى به فهو مستحب وفيه تكملة للصلاة، وإن لم يتمكن وتركه فصلاته صحيحة. نعم.